طيب السيد الرئيس قعد مع شباب قال لهم يلا نعمل، اشتغلوا واتعملت مجموعات، وفي مجموعة هتطلع من السجن واعملوا القوائم وهنطلع الناس من السجون اللي ما لهوش احكام، اللي ما ارتكبش جرائم لا علاقة بالامن العام نبتدي نبص فيها، وانا معاكم وادخلوا روحوا بنفسكم. وراحوا قبل وزير الداخلية وعملوا حاجات كتير. تعرفوا حد طلع يا شباب؟ حد سمع عن حد طلع؟ سمعنا ان النيابة افرجت عن 139، سمعنا ان النيابة افرجت عن 100، مين دول؟ حد شافهم يا جماعة؟ حد شاف واحد؟ حد شاف صورة؟ حد شاف خروج؟ حد يعرف اسماء الناس اللي خرجت؟ احنا نعرف اسماء اللي بيتسجنوا، اي حد بيتحكم عليه دوما وخلافه بنعرف اسمائهم على طول، بيطلع الحكم اللي بنسمعه. احنا شعب قاعدين بنتلقى، بنسمع وعود وبنشوف نتائج. الوعود لم تنفذ، والنتائج ان الاحكام شغاله. فالناس بتسال، هي الاحكام سريعه وحاسمه ضد قطاع مخرب ارتكب خطا؟ انا مش بناقش في احكام. طب والاخوان؟ طب واللي بيخربوا بجد؟ ده اللي بيتحكموا عليهم دول كانوا ضد الاخوان، بعيدا عن انك بتحاسبهم عن مرحله ما قبل الاخوان، ماليش دعوه، قضاء. طب والاخوان اللي احنا بنقول عليهم ارهابيين وخونه وتخبروا وباعوا الوطن وفجروا وقتلوا وحرضوا؟ طويل بالك، براحتك. الشباب لب اللي بيقتله مفيش محاكمات بطيئه، بس يطلع لك حكم ب 500 وشويه اللي هو استحاله التنفيذ، فيصبح المساله مدعاه للهجوم عليك اكتر من اي حاجه تانية. طب لا انت بتخرج، ولما بتخرج ما بعرفش بتخرج مين، وما بتعلنش، ما بتستغلش اي ادوات. احنا اعلام، احنا الاذرع، مش عارف الاذرع دي ايه، يا ريت نبقى اذرع، بس اذرع لبنى بلد، حد يدينا معلومات، احنا مش عارفين نتواصل مع حد، محدش بيدي معلومات خالص. بينزل خبر الافراج عن 100، ده حدث كبير يا عمي، 139 ده حدث ضخم يا سيدنا. طب ما تقولوا لنا نفرج الناس على ال 139 اللي خارجين، نصوره، نجيب كاميرا، نطلع، حد يكلمك؟ حد يديك صوره؟ حد يديك حاجه؟ لا يا باشا انسى. الله، هو انتوا بتعملوا يعني حتى اللي انت بتعمله كويس مش عارف تبيعه؟ الانجاز اللي بتعمله والعفو اللي بتعمله مش عارف تقدمه للناس، لكن الحكم عارف تبيعه للناس فيستغل ضدك؟ انا مش فاهم المنطق اللي بيشتغل. بتفرج عن اتنين لانهم واحد منهم خليته يتنازل عن الجنسيه المصريه، لكن المصري في السجن، حد يشرح لك ليه؟ حد يقول لك اصل القانون للاجانب. ايوه بس الرئيس يستطيع العفو، فاذا كان عفى عن دول بحكم القانون لانهم اجانب يستطيع عن العفو بصفته رئيس الجمهوريه من سلطاته. الجزيره الوحشه، ايوه وحشه وشريره وخاينه وعميله، والقضيه هنا ما هيش جزيره، القضيه انه مصري، ولو ما خرجتش الكل وسبناهم للقضاء ماشي، خرجت اتنين سبت ده ليه؟ عشان مصري؟ هو بيدفع ثمن مصريته؟ جايز اكون غلط، بس ده اللي انا فاهمه. محتاج حد يقول لي، محتاج حد يكلمني يفهمني، يقول لي الرئيس حدد 10 ايام واحنا في الامارات على قرارات جديده هتطلع، و10 ايام بالظبط لم يصدر شيء ولم نرى شيء. في خلل